الرافض شوف سينما نحن لم نرفض الفن ناخذها كما هي. هل رفضنا الادب؟ خليني نكمل. هل رفضنا الشعر؟ خليني نكمل. هل رفضنا المسرح؟ صح خليني نكمل. لكن الفن الفني الهادف على الأفنير. هؤلاء الذين كانوا يصعدون في المخامر مع النساء والرجال. جاوبني جاوبني. هؤلاء هم الذين قامت عليهم الثورة الجزائرية المظفرة واليوم انتركت نعم الاستقلال اللي قام على لا إله إلا الله واليوم انتم تجوا تسبوا الله سبحانه وتعالى وتسبوا هؤلاء. وخصو نشوف العزة والكرامة الجزائرية. Il tremble dans des magouilles. Je sais que c'est ton ami, mais ouvre les yeux, il a complètement changé. C'est de la production nationale, ça appartient au peuple. C'est un peu plus compliqué, figure-toi. Qu'est-ce que tu as fait, Hamid? Tu vas me tuer, moi aussi? للمجاهدات نطلعوا الجبل وحروا البلاد هذه. أيها المجاهدون وأيتها المجاهدات هذا ومن على شاكلته أساء لثورتكم وأساء لمقدساتكم وأساء لنضالكم وأساء لجهادكم. بالله عليه وريني واحد من هادو مجموعة 22 ولا من هادو مجاهدي مدينة وهران اللي كان يتسكع كما كنتم تسكعوا أنتم في المخامر وفي التباريات مع النساء. شحال كانوا المجاهدين؟ جاوبني. شحال كانوا؟ جاوبني. شحال كانوا؟ جاوبني. أنتم أولاد فرنسا الباقيين. حاجة ماكس فير منها. والله لن تقوم لكم قائمة في الجزائر. علاش؟ بصح علاش في بلد المليون ونصف مليون شهيد لن تقوم لكم قائمة. علاش راك تمنى؟ أنتم جيتوا يعني لإثارة البلبلة والقلاقل وتحريف التاريخ ومسك الأمة عن قيمها وعن دينها وعن عبادتها. زيادة عدالة. طيب مواطنين. من المواطنين؟ المنددين ضد هذا الدين. الشعب الجزائري إلا من شد من أتباع هؤلاء أو من كان على شاكلتهم. المنددين ضد هذا المسخ هم المجاهدون الأحياء وأبناء المجاهدين. طيب تلاقينا مع مجاهدين وأبناء المجاهدين ونددوا وشجعوا هذا المسخ. شكون اللي أساء للثورة؟ شكون اللي أساء للثورة؟ شكون اللي أساء للثورة؟ إلياس سالم. شكون اللي اساء للثوره؟ الياس سالم. اساء الثوره ابناء فرنسا. لا وشكون وين راهم ابناء فرنسا؟ راهم في السيستم راهم في النظام. ابناء فرنسا وين راهم؟ وين راهم ابناء فرنسا؟ نحن لم نقدر والله سؤال ابناء فرنسا. اين هم ابناء فرنسا؟ هل هم فقط متغلغلون في النظام؟ هاتك الصحه. وهم الذين اعطوا الضوء الاخضر لمثل هؤلاء ونعطيك أن يتجرأ. وكثير يعني هم مسمينها جرأه وهي في الحقيقه وقاحه. طيب شيخ لان الجرأه يعني زياده هي وقاحه. وكثير منهم خرج ورفع شعار ضد الفيلم في وهران وفي غيرها من الولايات من الذين استفادوا من النظام ومن الذين لا زالوا يستفيدون باسم الثوره وغير الثوره. تعرف البزنسه بالثوره ارحم البزنسه بالفن ارحم والايديولوجيا ارحم من البزنسه بالثوره والثوره. شوف 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 هي بالحقيقه طيب انا كنت سالته على التنوع. لماذا ما كاش تنوع في الفيلم؟ وانا حضرت الندوه الصحفيه العرض الشرفي للصحافه في النهار الاول وكان إلياس سالم قالها بصراحة يا أخويا الاعتراف سيد الأدلة. قال أنا لا أعتبر نفسي جزائري وأنا أفكر بفكر فرنسي ولا أتحدث فقط باللغة الفرنسية. لا هذه شوف الكلام هذه قالها يا عبد القادر عفاف في الندوة الصحفية. معليش قال أنا أعتبر نفسي فرنسي. معليش والفيلم لا علاقة له بوهران. ونزيدك حاجة شوف وسؤالي هذا ما في حتى جهوية مش ما يحملوش لعنة الله على الجهوية واللي يدعو الجهوية. ولكن لو كان الفيلم اسمه الشاوي ولا القبائلي هل كان سيمر هكذا؟ والله لا والله لن يصدر. خرج فارا ولكن لأنه وهراني. قاعد سينما. طيب خرج يرد 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 تفضل سي عفاف. قاعد سينما. طيب تفضل سي عفاف. تعبش بالعقل. طيب تفضل سي عفاف تفضل. انت ما جبد سيف وانا ما نجبد لك العش تروح لدارك وانا نري نروح لداري. تفضل سي عفاف. ما تزعفش ما تقلقش وخلينا نستهدر. تفضل. انا مانيش لي سالم. لو كان كنت يعني قمت بالتصريح نكون مسؤول على التصريح. نقول لي شكون صاحبك نقول لك شكون انت. ممتاز. انا تانيك نقدر نقول لك بلي شكون هو صاحبك نقول لك شكون فضل. انت. صح. الاسلامويين اليوم راهم يركبوا على على قدسيه الثوره اوركو الاسلامويين قبل التسعينات شوهوا ما يديروا فيهم مقابر التسعينات مقابر الشهداء. علي بالحاج يعتبر النشيد الوطني بدعة تكذب وموقفش في مؤخرا في الاجتماع اللي صار في قاعة حرشة قبل ما تكذب كريا لاسيانتي حتى الشيخ حمداش لم يقف تكذب حمداش حتى الشيخ حمداش لم يقف هو
علي بالحاج لم يقف لا هو يقول أنكم حرقتوا المقابر الشهداء في التسعينات في التسعينات وقامت 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 الأورغانيزاسيون تاع المجاهدين اليوم حرقتوهم مسيرة بمسيرة أموات ومن بعد تحرقوهم أحياء. طيب المشكل ماهوش غير في الياس سالم لأنه المشكل أعمق من هذا الشيء. هو مخرج الفيلم اليوم الحركة اليوم الحركة الإسلاموية تاخذ نفس التوقيت بالنسبة للنظام. النظام اليوم راه يتخلى بالتدريج ويتخلى بالتدريج عن المضمون الثوري لكل ما يمس بالثورة. نشهد على مؤخرا في 1 نوفمبر كيفاش تعامل مع هذا التاريخ احتفالات مهرجانات رقص ولكن لم ما شفناش في هذا المانيفستاسيون ولا هذا التكريم الشيء اللي بعث موالينا للجبل وللثوره وللتضحيه وهي لو كوتي ريفوليسيونير لو كونتوني ريفوليسيونير. في هذا التوقيت لما النظام يتخلى على لو كونتوني ريفوليسيونير الحركه الاسلامويه تريد ان تدعش الثوره تدعش تدعش الثوره هذا لفظ جديد لو افلان الى علان ماهمش دعش لانه انا ما نفصلش الماضي خليني نكمل يعني. انت كي كنت تهضر انا ما كوبيتكش كي كنت تهضر انا ما كوبيتكش تدعيش الثوره لانهم غابوا عن تصنيعها ما نقدرش نفصل الماضي هذا كان داعشي ما نقدرش نفصل الماضي كان داعشي الحاضر. احمد باي كان داعشي مصطفى بن مولعيد كان داعشي تدعيش الثوره الجزائريه طب تدعيش هذا من طرف من الشعب الجزائري الإسلاميين والنظام مع بعض الإسلاميين والنظام لا النظام 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 أيوة. يعني كيما الأورغانيزاسيون دي مجاهدين منظمات العائلة الثورية طيب أوكي عندها وجهة نظر أخرى لكن أنا نحكي الاثنين أنا بديت بالحركة الإسلامية تدعيش هو الذي وما تحدث الفترة على الفيلم الأخير تدعيش الثورة التحريرية هو تثبيت الحاضر لانه لما تدعيش ثوره لما الثوره الثوره بانها قدوسيه ما عندها نعم غير المسلمين ثورة شيء وغير مقدس وغير هي مكتسبات المجاهدين والشهداء ثورة الثوره فيها الجهاد الجزائري مقدس شيخ الثوره فيها مليئه بالاخطاء بشهاده الثوار أنفسهم الشهداء لو عادوا دقيقة شيخ أبو صالح ولكن الثورة مليئة بالأخطاء ومليئة بالجرائم ومليئة بكذا فنحن نتجاوزها أوكي بغرض أن تصل الثورة في الثورة وشوهوا صورة فرنسا بس مع عمرة أخطاء ومع عمرة تصفيات فرنسا تغلغلوا يعني ويعني في النظام الجزائري يعني سواء قبل بعد 62 فرنسا كانت تغادرت قبل الاستقلال بعد الاستقلال قيد. حزب فرنسا بعد 62 اللي خلتها فرنسا شيخ. لما حملت عليها بعد 62 وخلتهم هم أوكي. الان الذين يعني يسطرون لمثل هذا بعد 62 فرنسا كانت غادرت ولكن وقعت العديد من التصفيات بين الاخوه الاعداء اللي صنعوا مجد الثوره الخلاف هذا سنه الله في خلقه ايوه درك سنه الله في خلقه الخلاف يعني قبل قليل كنت تقول لي مقدسه لا الخلاف الخلاف سنه الله في خلقه هذه هي وهذا اللي كنا نقوله الله سبحانه وتعالى خلق البشر وخلق لهم عقول إذن الفيلم مختلفه اذا الفيلم يحكي الفيلم يحكي ولبناء الجزائر طيب. من منظوره الخاص الفيلم يحكي الجزء هذا الجزء الذي اختلف حوله رجال الثورة يريد أن يقول والله الفيلم لم يقل يعني في جانبه الإيجابي إذا تغاضينا عن الأخلاقيات وغيرها لم يقل ما أو قال ما لم تستطع مختلف الأحزاب والتشكيلات قوله حتى الجبهة الصحوة الحرة تعرف بأن الفيلم فيه جانب انتقاد مباشر لعمل المخابرات في الجزائر والبوليس السري عن طريق اختطاف صحفي وتعذيبه والقول بأن دقيقة والقول بأن الذين وصلوا إلى حكم الجزائر بعد الاستقلال مباشرة
أفسدوا وعثوا في الأرض فسادا. يعني على الأقل ذكروا للرجل بأنه كانت لديه الجرأة في أن يعري الواقع الجزائري بعد 62. لا هو ابن الجزائر هو حقيقة يعني الثورة الجزائرية يعني وقع فيها ما وقع من خلاف يعني بين الناس وبين القادة وبين الساسة لما لاختلاف آرائهم، لكن هذا لا يعني أن يعني أنهم اختلفوا في آرائهم ومنظوراتهم في بناء الجزائر. بناء الجزائر حرة على قيمي ومبادئ الإسلام. تقول ديمقراطية؟ الديمقراطية على قيمي ومباني الإسلام. لا لا واش عاود واش عاود واش قلت؟ الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. ضمن إطار المبادئ الإسلامية. واش معناتها المبادئ؟ الإسلام دين الدولة. واش معناتها المبادئ؟ واش معناتها المبادئ؟ التشريع هو لا لا الإسلام. لا 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 أنتم انقلبتم على بيان وفمضة. مشكيتش. وانقلبتم على الدستور. مشكيتش. وانقلبتم على الشريعة وانقلبتم على الشعب الجزائري. مشكيتش. واليوم ربي يكشفكم مع نعم الملح. دوك علاش راك تاكوزي فيا؟ واش علاش راك تاكوزي فيا؟ لأنك أحد الممثلين. علاش راك تاكوزي فيا؟ أحد المسيئين إلى الدين، أحد المسيئين إلى الثورة، أحد المسيئين إلى المجاهدين، أحد المسيئين إلى وهران وأنا إلى وهران. شوف أنا ما جيتش ندير معك نقاش ديني ولا أخلاقي، لأنك أنت وأنا كيف كيف، بالك أنا خير منك. اخلاقيا بالك انا خير منك. اكرمكم عند الله اتقاكم. لا 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 ماشي باسكو تصلي نقاش الانديه، ماشي باسكو تصلي، باسكو الصلاه ماهوش ولا تصوم ولا ماهوش مقياس للاخلاقي. سينو ما تفراش. انا شوف جيت نناقش فيلم، فكره تاع فيلم. أنا قلت لك أول نوفمبر، هذا بيان أول نوفمبر. قال الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية. أنا شوف أنا لو كان جيت نعطيك مثال، نعطيك مثال السيادة. أنا نعطيك مثال ضمن إطار المبادئ الإسلامية. نعطيك مثال. أنا لو كان جيت زعما باريكزومبل رياليزاتور، واشنو هو السيناريو؟ السيناريو هو قصة. يعطيوني قصة، يجي واحد يقول لي هاوليك قصة سيدنا يوسف ديرها فيلم. نبدا كل شيء نورمال، بصح نلحق واحد المشهد يا نديرو يا ما نديروش على ما تعرضه. خليني نكمل لك، خليني نكمل لك فيلم تكو على من نعرضه على من ما نعرضوش، هذيك قضيه واحده اخرى. خليني نكمل لك. صح نكمل لك. يعرضوا على لجنه القراءه و... قصه ندير الفيلم نورمال ما نحصلش فيه بالمنطق تاع الاخلاقي. نلحق قصه ان المشهد وين مرت الوزير استخلوات سيدنا يوسف وحبت تزني معه بهذا الالفاظ، ولقد هو هارب به وهم بها. ولا هو هارب. خليني نكمل لك، خليني نكمل. انا رياليزاتور، انا يعطيوني قصه يقول لي هذه القصه ديرها فين. خاطب ليل هاي صح، وانا على بالي بلي في الوقت هذاك خليك في الوقت في مصر انسى كانوا يلبسوا غير القماش، مرسو قماش الجسد تاعهم يبان، ما كان ذاك ما كانش العوره. حضرت ذاك الوقت حضرت صح. كي نجي انا نصور المشهد هذا يا سيدنا يوسف هارب والوزيره موراه تجري، الجسد تاعها يتنكشف هو هارب على واش كاين في القران. جبت لك هكذا ما كانش، هكذا كذب وافتراء، هكذا كذب وافتراء، هكذا. ولقد همت به وهم بها لولا ان قطع لها، وبعد قطعت له القميص من اللور. دشا لابس قميص، بلاك لابس كوستيم، بلاك لابس كوستيم. المهم قطعت له حوايجه. لا تفتري على كتاب الله، لا تفتري على القرآن. مانيش نفتري، مانيش نفتري، هذا موجود. تفتري على القرآن، تفتري على الثورة. صح أنا نقدر نجاوب، هذا هو الإبداع. أني نجاوب، أني نهضر لك. تفضل. صح أنا كي كنت صغير الصورة الذهنية تعرفها، تعرف الصورة الذهنية. صح. كي واحد يلقى عليك الكلام، الفطرة. كي واحد يلقى عليك الكلام تنصرم الصورة الذهنية في راسك. صح. أنايا باب أ ويما وأختي وخاوتي وخياتي وعمتي وفاميليا كومبلي. واحد يقرا في قران يلحق الايه هذيك تاع واتوا النساء من حيث شئتم ولا تاتوهم من ضبورهم. حنا كاع الفاميليا راح نرسم صوره في ذهننا. ما كانش كاع هذه. خليني نكمل لك، خليني نكمل لك. واثوا حرفتهم ان شئتم. خليني نكمل لك. شوف فيه ادب. سبحان الله وبحمد الله سبحانه. سبحان الله. سبحان الله. دوكا راني نهضر ولا ماني دوكا تخليني نهضر. صارك تجي في ايام من راسك. شوف 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 شوف. قران جو. خليني نكمل. سبحان الله ما راكش انت هذا ما تعرفش الدين تاعك جاي تحكي لي على الدين.
هاد الصوره الذهنيه راح تنرسم. العون بغى يعلم المسجل. الله دوكا دوك يا طيب الصوره الذهنيه تريد بسرعه تفضل. صافي دير باللي هذا اذا كان الاله يتكلم مع بنادم من غير كيفاش نقول لك حواجز ندير سي لونغاج اوفير. ما بالك ما بالك ما بالك ان الله احمد الانسان الانسان حياء او ستر. طيب تريد تصرف. لقى الله جل وعلا واتوا حرتكم ان شئتم. ما قالش هذه كلمات يعني ما قالش ولا تاتوا النساء من ضبورها. لا يوجد في القران لا يوجد بين دفتي هذا كذب وافتراء. طيب موضوع يحضر هذا الموضوع الكثير من الان. ان الله حي ستير ستير يحب الحياه. طيب انا لو مخرج طيب دقيقه سي عفاف سي عفاف ولكن انت قلت انا لو مخرج صور ذهنيه وغيرها واعكسها وغيرها طيب الان لماذا لا تنكر بان هنالك عدد من المخرجين والفنانين مشكل هذا دقيقه الذين يتعمدون إضافة بعض المشاهد من أجل خلق الاختلاف والفوز في المهرجانات وإظهار أنهم مطاردون في بلدانهم بسبب حرية التعبير وغيرها. نعطيك مثال مثلا أنا نعترف بفيلم يبني قصة على خيانة زوجية ولكن في نهاية المطاف يجب أن تصلني رسالة بأن مؤسسة الزواج لا يجب كشر يعني مؤسسة شرعية لا يجب الخروج عنها وغيرها. ممكن أعترف بفيلم فيها صور نفاق ديني ولكن في نهاية المطاف يجب على هذا المخرج أن يقدم لنا الصورة الصحيحة أو الانعكاس الطبيعي للواقع الذي نعيشه ولا يتصيد كسر ثالوث الدين والجنس والسياسة بحثا عن جوائز المهرجانات. غدوة نلقوا أفلام عن الشذوذ الجنسي باسم حرية التعبير وأنت دقيقة وأنت عبد القادر عفاق شاركت في فيلم ليتراس تاع مرزاق علواش وتعرف فيلم ليتراس واش فيه كون كل الجزائريين الان يحكي عن المثلية الجنسية ويحكي عن الشيخ الذي يعتدي على مريضاته وغيرها. علاش هذا السينما لماذا هذا السينما بين قوسين يقولون مبتذلة لماذا؟ تفضل. شوف اذا كان تاخذ دوك الفن وتحطوه في اطر غير الاطر تاعو ما يوليش فن. فن ما يحملش رسالة ما فيهش رسالة لداخل ما فيهش رسالة يعني غابة هذا هو الفن. شوف جيت شوف نقول لك حاجة عبد القادر شوف عبد القادر شوف نقول لك حاجة طيب يجيب والله بكل احترامات ديني تفضل تفضل عفاق شوف تعاود تكوبيني نروح تفضل سي عفاق تفضل تعاود تزيد تكوبيني طيب تفضل استاذ عفاق تفضل خليني نكمل طيب تفضل العب كما حبيت طيب تفضل استاذ عفاق طيب اذا كان انت تحط الفن في اطر ماهوش الاطر تاعو ماهوش فن الفن ماهوش يحمل رساله اخلاقيه الفن هو وجهه نظر تاع انسان يستعمل ادوات لي باش يرسم الفكره تاعو غير الادوات اللي يستعملها الرسام ولا غير اللي يستعملها الكاتب ولا الشاعر. فيلم يحكي على قصه يمكن ان تحدث لي فيلم تاع لي تيراس تتسي دي زيستوار حكايات ما يصراوش يمكن عطونا الافيش تاع لي تيراس جماعه في الصوره خليني نكمل تفضل تفضل انا غير باش نشوفوا ان عفاق ادى دور متشدد ديني دور تاع هذا هو الافيش تاع متشدد ديني ايوه فيلم يحكي قصص يمكن ان تصرى وفي هذه القصص هذه كان علاقات انسانيه يمكن هذه العلاقات الانسانيه ما صراتش وما تقدرش تسرع ولكن هو يعطي لها وجود فني في حدود هذا ساجر في اطار هذا المفهوم. الفن يقدر لانه هو خيال دونك يقدر يحكي على اشياء في الشكل تاعها يختلف اللي هو يعبر عن الجوهر. الجوهر هو ما نعيشه يوميا في الجزائر صح. ولكن نصوروا بشكل هذا ما نعيشه يوميا يتغدى من الخيال. طيب انني معك 100% ولكن الافيش كما هذا لما ندخل انا في مخ مرزاق علواش افيش كما هذا يبيع عبد القادر لا تنكر افيش كما هذا يخليك صف اول في المهرجانات الغربيه لانه يبين متشدد ديني وانت كنت بطل من ضمن الابطال ولكن عليه هذا الافيش بالذات لترويج ان البلد أصبحت رهينة أصولية دينية
وترويج أن البلد أصبحت أفغانستان ثانية، وترويج أن البلد في خطر، ومرزاق علواش لا يستطيع أن يبث أفلامه بالرغم من أنه يدي أمواله تاني من الدولة، يعني يدي من الوزارة شوية حبات ويروح للوزارات المهرجانات ويشكي البلاد راح تولي كابول. أنا سمعت هذا من مرزاق علواش، الأفيش هذا يبيع، هذه هي مثل ما تقولون عنهم بأنهم يركزون على استعمال الدين، أنتم تستعملون الدين أكثر ولكن من وجهة نظر ثانية، تستعملون الدين أو الأصولية لإخافة الطرف الثاني لتصوير البلد وكأنها كابول، هذه هي. أنا نخاطبك لأنك متفق على المشكلة، هي الأسئلة توجه المرزاق علواش أكثر ولكن لأنك أنا نجاوبك ماشي مشكل وعبد القادر ما تقاطعنيش. تفضل عندك الوقت، عندك عباك بالامر حش نفريو المشكله تاع الجزائر في هذا النقاش. طيب تفضل تفضل عفاك لانه الوقت، تفضل سي عفاك، تفضل سي عفاك. المشكل انه في الافلام هذه هي وجهه نظر تاع ناس اللي عندهم اعتقادات يامنوا باشياء، لانه اليوم الاشياء راهي بهذه الطريقه هذه في الجزائر الناس تقدم كيفاش نقول لك ديزاناليز بارابور ا لا سيتوياسيون اكطوال. كاين ناس تقول باللي الإسلام السياسي إيديولوجيا مجال متحكم في الجزائر، إذن العدو الرئيسي بالنسبة لمشروع الدولة الديمقراطية ما هوش النظام وإنما الإسلام السياسي. إذن يمكن أن نتعامل مع النظام لأنه اليوم العدو راهو الإسلام السياسي. كاين ناس واحد اخرين يقول لك نو، في هذه المرحله هذه المواجهه اللي صارت في التسعينات قضات بالنسبه خلات الاسلام السياسي يتراجع على المواقع تاعو، والعدو الرئيسي هو النظام بالنسبه للمجموع هكذا. انت مع اي راي؟ هذه الافكار انت مع اي راي؟ انا نقول باللي اليوم المرحله التاريخيه تاع اليوم تقتضي أن نتجاوز الإسلام السياسي والنظام مع بعض، لأنهم اليوم متحالفين وتحالفوا ونشوف وتشوف اللي تحالفوا حتى على فيلم الوهراني، فيلم الوهراني اللي يحمل أنتم تتحالفون من كيف تضعون أيديكم في أيدي النظام بالرغم من أنه الوهراني دعم من طرف النظام أيضا إنتاج وزارة الثقافة. لا لأنه اليوم المشكلة خليني نكمل اليوم المشكلة بك انا هكذا راه هذا النقاش اسالني خليني نكمل لك والله غير سيريو هذه ولا غير ماشي من النسيج الخيالي هذه ولا انا ماشي النسيج الخيالي. اليوم النقاش اللي صرا على الوهراني وكذا هو نقاش ضاري ما بين ليليت النخب الثقافيه اللي هو صاري فيها عند المجتمع، والله ما هو سامعني بالوهراني ني بوش كاين في الوهراني ني بسينما لانه اصلا ماهوش قادر يشوف سينما. لا ودخلوا عائلات الى وهران وخرجوا بسبب الكلمات النبيه. وكاين عائلات كاين بزاف كلمات نبيه انت قادر لا تنكر كاين بزاف كلمات نبيه لكن خليني نكمل لك بيان سور سينما. لا لا انا والله لسنا افلام نظيفه ما فيهاش ولا كلمه يتفرجوا عائليا ويوصلوا. انا رجل سينمائي دخلت افلام ما كملتهمش، خرجت لانه الفيلم ما عجبنيش بغض النظر، ولكن لانه فيه حاجات غير اخلاقيه. لا لا ماهوش قضيه حاجات اخلاقيه. لا لا ما عجبنيش الفيلم لكل المعيار ولكل شيء. طيب خليني نكمل لك. لا 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 يعلق يعلق السي عبد القادر يعلق. تفضل سي عبد القادر. كل شيء بقضيه ان الفن ما الفن والله انتم اول من اسائل الفن يا ودي. انت ما تامنش كاع بالفن. احنا قلنا اليوم انت ما تامنش كاع بالفن، انت ما تستعرفش ني بالفن ني بالرقص ني بالسينما، حتى لو كان يفهم الرساله انت اصلا ايديولوجيه تاعك تمنع هذه الاشياء. تسمع علاش تقول لي نو الافلام الهادفه وال واش كاين غير الخير؟ ما كاش حاجه في المحفظه من غير شوف اللي يكون في علمك. هل فن؟ هل فن؟ دقيق واش لانه باش يركزوا في لا 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 كاميرتك هنا هيا لا ها الفن ايه هو شوف الفن تاع الختانه على المسرح ايه المسرح ومن بعد ها الفن يعني احنا يعني حتى تربيه الاجيال الفن الذي يرفع المستوى الفكري للاجيال
يعني ويربطها يعني ربط ربط بدينها وقيمها. هذه حفلات تاع الفن اللي يخدم الايديولوجيه تاعك. هذه حفلات تاع مدرسه يعني ولا لا هادو يعني الاطفال اللي كانوا عندنا في جميع العلماء المسلمين الجزائريين. ايوه وكنا يعني نربوهم على اداء يعني المسرح الهادف يعني كقضيه فلسطين وغيرها. هذا هو الفن. لا لا ماشي هذا هو الفن. نديروا كباريهات. لا لا ومن بعد عندك انت مشكل مع الكباريهات. الفن انتم نعم عندك مشكل تغلقها. مشكل تغلقها نغلقوها باذن الله. وين باذن الله نغلقوها ان شاء الله. كيفاش تغلقها؟ نغلقوها ان شاء الله. كيفاش تغلقها؟ بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى وبفرض القوانين. وما يحبوش الناس تغلقها. الاسلام دين الدوله. وما يحبش الناس تغلقها. الاسلام دين الدوله. يا ودي انا مانيش معك في نقاش ديني، انا تامن باش تحبي تامن. حبيت انت يا تصوم 360 سنه، حبيت انت يا تجي لروحك، حبيت انت يا دير قميص وتربط روحك بالحديد، سا سي تون بروبلام كشخص. بصح انا باغي نبني دوله. باغي نبني دوله. باش نبني. خليني نكمل. خليني نكمل. يا ولدي خليني نكمل. يا سي محمد. شوف يعني المفروض تكون الافلام. اسمعني 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 اسمعني. بصفة عامة. عبد القادر. تكون هي تعالج القضايا. هو قال لك الفن انا يا عبد القادر. انت لست ممثلا اصلا. انا مانيش فاهمني. انت اسات الى التمثيل اصلا. يا ودي انت اصلا اسات الى التمثيل. شوف العكس. الفن يحمل رسالة. الشيء اللي تامن به انت. هي رسالة اجتماعية. دينية خلقية حتى ولو تعالج المسائل الاقتصادية إلى غيرها ماشي سياسية يعني القادر. هو رسالة لتربية الأجيال ولعلاج يعني عدة القضايا كشرب المخدرات إلى غيرهم. احنا قلنا أولادنا راهم يشربوا المخدرات ويشربوا الخمر خرجوا من هذا الميدان وانتم بأبنائكم راكم باغيين تدخلوا أولادنا الكباريهات والزينة والخمر. خليني نكمل لك. أنا باغي نبني دولة لتجمع كاع الجزائريين. دولة جون ماري لوبان. يا ودي ما على باليش بيك انا نبني دولة لتجمع كاع الجزائريين. دولة جون ماري لوبان. نجمع. وليس دولة الأمير عبد القادر. أنا نبني دولة لتجمعك أنت بالأفكار تاعك. في فرنسا بنيها. لا لا أنا نبنيها هنا. ما تبنيهاش هنا. نبنيها هنا. لن يتركلكم الشعب. شوف أنت. لن يتركلكم الشعب. شوف أنت أنا نبني دولة لتقدر تجمع كل الجزائريين. بالافكار تاعهم انت بالافكار تاعك تروح تصلي وواحد اخر بالافكار تاعو يروح يشرب الشراب وواحد اخر بالافكار تاعو يروح الكباري. غابه ماشي غابه ماشي غابه لانك انت تبني تحب انت تقسي الاخر انت تحب الناس الاخر يموت. انا اللي يحب يشرب الشراب يشرب واللي يحب يصلي يصلي واللي يحب يروح الكباري يروح الكباري. الدوله على واش تقوم؟ البلاد هذه تسال فيها وحدك ولا؟ البلاد هذه تسال فيها وحدك. البلاد هذه تسال فيها وحدك. اش بيك؟ دولة على واش تقوم؟ واش بيك؟ تقوم على التاريخ. من اسس بناء الحضارة هو التاريخ. انا نعرف. انتم شوهتوا التاريخ. انا نعرف. رديتوا التاريخ الجزائر محصور في الكباريهات. التاريخ الجزائري تاريخ فيه الكباريهات. وشوهتوا صورة المجاهدين. التاريخ الجزائري فيه الهبات. التاريخ الجزائري فيه الملحدين. التاريخ الجزائري فيه الكريتيا. التاريخ الجزائري فيه الشراب. التاريخ الجزائري فيه كل هذا الشيء. انتما ابناء فرنسا. انا نفتخر بالتاريخ. انتما من فرخاتكم فرنسا هنا في الجزائر. انا نفتخر بالتاريخ. التاريخ تاعي موجود هكذا هو هكذا مخدوم. الفيلم من دعمه؟ من دعمه؟ نعم مليان. اولا من دعمه هو الحكومه الجزائريه. لا ماشي الحكومه الجزائريه. دعمتها خالدة تومي تحت الطابوهات. دعمتهاش الحكومة الجزائرية. وين تحت اليوم المجاهدين جمعية المجاهدين وأبناء الشهداء والأحزاب السياسية وبل حتى بعض المسؤولين أنا عارف بعض المسؤولين في الدولة اليوم ما كانوش عارفين كاع محتوى تاع هذا الفيلم لأن على أساس أنها خالدة تومي اللي تجي تعطيه الأوكي يعني النعم إليسا تجي هنا بمناسبة أول نوفمبر تغني لنا إليسا وتجيب لنا فلان ننسي عشرهم إلى غيرها على أساس أنها يعني تبوث الى خلي الشعب يزهى شويه تاني خلي الشعب يزهى شويه طيب خلي الشعب يزهى شويه طيب شبعنا او نجيبوا لهم في عيد الثوره طيب دقيقه طيب انا اسال طيب اوكي دقيقه خالدة تومي طيب من الشيخ صالح من الزاويه ما تحصلش دركا في راس المراه راحت هي من الوزاره طاحت عليها طيب دقيقه جماعه من الزاويه ماشي ملاح كانوا بعضهم مع فرنسا وغالبتهم كانوا مع فرنسا وجمعية علماء المسلمين كانت مع الثورة والله اسأل مصر واش نشكون نسأل؟ اسأل مصر أنا نسأل الوثائق اسأل التاريخ أنا نسأل الوثائق اسأل التاريخ أنا نسأل الوثائق التاريخية
انا نسال التاريخ تاعي. شيخ ابو صالح دقيقه، شيخ ابو صالح الان كل شيء دقيقه. اسمع اسمع، مش موضوعي، مش موضوعي. طيب دقيقه، مش موضوعي. طيب اسمع، اسال ديدوش مراد، المؤرخين بكمالهم، مصطفى بن بولعين، شوف المؤرخ، هؤلاء كلهم ابناء جمعيه علماء مسلمين. طيب جزائريين. شيخ ابو صالح جزائريين ولا ما كان؟ انت باغي يرد؟ لا كاين مؤرخين جزائريين. جماعه نسال الان ولا ما نسالش؟ جماعه دقيقه دقيقه، نسال شويه. طيب دقيقه، شيخ ابو صالح، طيب شيخ ابو صالح، ولا زلنا لكم. طيب دقيقة، لازمنا لكم، راك انتم كنت تحكموا البلاد، تعدموهم كامل. لا ما نعدموهمش. اه اوكي، نديروهم نديروهم في بلاصة وتبلاو عليهم في بلاصة، خليهم يعيشوا حياة الغاب اللي باغينها هما، يعيشوا حتى يموتوا حياة الغاب، لأن هادو يعني بأفكارهم والله ما تبنوش حتى قرية، ماشي دولة. لا لا، طيب قانون غابك. شيخ أبو صالح، شيخ أبو صالح، ما تحصلش. دقيقة، طيب من يقولوا من سجل الخيال، ما درتوش رواد الفضاء ولا درتو حاجة؟ لماذا لم تقل بأن من عندكم فكرة وعندكم خلفية؟ لا إله إلا الله. لو كان دير رواد الفضاء، لو كان دير رواد سجل الخيال، هذا تاريخ أمة، هذا هذه مكتسبات أمة، كيفاش أنتم تقولوا من سجل الخيال؟ هذا هذا مكتسب أمة. شيخ أبو صالح، وأنا قلت لك القصة. على حصلت في خالدة توم يقول بأن النظام أو الحكومة هي التي رأت هذا الفيلم وأنتجته ومدت له يعني الأموال، هذه هي مش خالدة تومي. خالدة تومي هي كانت في جزء من النظام، ومن بعد من دقيقة، شكون من يفتح البارات والكباريهات؟ أليست الدولة يعني الولات وغيرهم؟ ما همش إلياس سالم وجماعة الفيلم والسينما؟ شكون اللي راه يسمح؟ شكون اللي راه يسمح في الإساءة للذات الإلهية والطعن والكلمات في الشارع؟ وانتم درتوا حملة في هذا الإطار ولا زلتم، ولكن ما نتائج هذه الحملة؟ يعني في كل هذا، في كل هذا المتهم الرئيسي ليس جماعة ممثلين أو فنانين، وإنما نظام بأكمله. وجهوا السلاح للمكان الطبيعي، هذه السلاح بالمعنى الآخر، مش نقول السلاح بالمعنى. هي بالحقيقة، هي بالحقيقة هناك ثعبان كبير، يعني ثعبان كبير اللي وراء هذه الإيديولوجيات وهذه السياسات. ذيله عندهم هؤلاء الممثلين ورأسه في الحكومة. وإحنا من هذا المنبر نناشد المسؤولين ونطالبهم، بل نطالب المسؤولين، نطالب المسؤولين سحب هذا الفيلم ومصادرته ومحاكمة صاحبه المتجني على الدين والأخلاق والثورة وأبناء الثورة الأبرار، محاكمة ومحاسبة وردع كل متورط في هذا الفيلم، وعلى رأسهم أنت، الفيلم المشين على جميع المستويات، ابتداء من الجهة الوصية، يعني محاسبة خالدة تومي اللي سنيات لكم أعطتكم الفلوس، يعني تطالب بمحاكمة عبد القادر عفاق الآن، تطالب بمحاكمته، هو ممثل أدى دور خصبك قتلوا قتلوهم، هذا ما كان سمع كما زال اللوجيك تاعك. ونطالب يعني وزارة الثقافة، شوف وزيرة الثقافة أول الأمر، وزيرة الثقافة يا ودي ما كفاكمش، قالت أنا ما يمكنش نمنع هذا الفيلم، واللي بغى ينتقده ينتقده، ولما بلغ سيل الزبا، ولما يعني الامر الشدة نحن الشدد، قالت انا متحفظه على هذا الفيلم، ومن بعد الازمه لما زادت الشدد قالت انايا وانا خاطيني والوزيره اللي كانت قبلي وهي السبب وهي اللي عطاتهم التسريح، كلما جاءت امه لعنت اختها. طيب عبد القادر عفاق لم يعد لهذا الجيل ما يؤمن به، الاقتصاد ونهبوه، السياسه وفسدوها، التاريخ وزوروه، يعني لم يبقى لنا إلا أن نربي هذا الجيل على أخلاق حميدة، وأن نربي هذا الجيل على قيم ثورية، يعني نحافظ الوجه الحسن من هذه الثورة. من يدخل إلى فيلم من هذا النوع وش يتعلم؟ وش يتعلم؟ لا لا لا، عبد القادر وش يتعلم؟ يتعلم كلمات الشارع والسوقية. هذا مكان اللغة تاع هذه اللغة تاع الشارع، بصح نربوا ربوا الناس، ماشي نزيدوا في الدور. فاللغة تاع اللي موجودة في الفيلم هي نفس اللغة الموجودة في الشارع، هو نفس الكلام اللي يقوله المواطن الجزائري. الشعب، أيها الشعب الجزائري، اليوم هذا راه يعطيكم الفسكم. خليني هنا الى حبيت، اذا كان حبيت هذا الشعب هذا يا يفهم، احكي له التاريخ. يعني الشعب الجزائري فاسق وبذيء الكلام ومش متربي؟ لا لا، الشعب الجزائري مش متربي. لا لا، هذا هو الشارع. انا ما شوف، هذه لغتكم انتم. شوف، اذا كان انا حطيت لغه الشارع في فيلم، هذه لغتك انت، ماشي معناتها ليست لغه الشارع، هذه معناتها باللي انا يا يعني نقول باللي الجزائري هاوليك، هذا هو الجزائري. الجزائري لا لا لا، دوك دوك انت يا حبيت ترجعنا قاعتك انبياء ولا الا انت؟
خليني نكمل لك دوك ماكش نبي انت بالك يكون تغير قبل ما دير اللحيه بالك شي بيت ربي صبع وعشيه لكن ما تنافقش انت تقول بلي هذا جزائري هذا نموذج للجزائر ما تنافقش ما تنافقش شوف انا شوف انا نقدر نكون اي شيء نقدر نكون اي شيء الى منافق انت بالك يكون صغير سبيت ربي بس كنت ما نزيدش وزدت من رحم القدوسيه خليني نكمل لك انت ما زدتش من رحم القدوسيه انت انسان بشر كايتها البشر نعم. غلطت ودرت وغديت وصبت وجبت وقدامنا الجزائر صح واذب واحد الشعب الجزائري هي دوك مصباح غير انت اللي راك وداخل وداك غير خصيت بك ما تقولش قتلوا العباد هادويا الجريمه النكراء اللي درتوها 200 ألف جزائري في التسعينات ما كفاتكمش مانيش نزيدو وزيدو تخدموها انتوما ابناء فرنسا شوف بالتليكوم انت اذا كان حبيت الشعب هذايا فيلم مثل هذا ربما يثير فتنه اكثر مما يقول هو انا نقول لك باللي شوف الشعب الوهراني كلها وراءكم يحوس عليكم هي اولا لا يجب ان نحتقر الشعب انتوما احتقرتوه المستوى تاعو ما يقدرش يفهم الفيلم انا نقول لك بلي لو كان انا الجزائري يعني الشعب ساذج ما تغيضوش خليني نكمل لك يعني الشعب ساذج ما تغيضوش الكلمه اللي قالها الممثل في الفيلم كما بالك تغيضوا المشهد نتاع واحد في المخابرات يطورتوري صحفي صحفي اللي كان في الثوره ما شافوهاش هذه طفل صغير يمكن انه الشعب ولا الجمهور الجزائري يكون بلو سونسيبل لهذا ليماج والكلمه اللي قالها المجاهد كون درت هذا الفيلم كون درت موجوده في الفيلم صوره المخابرات اللي يقول لك كيفاش يقول لك فيه اشياء ايجابيه لو ركزتوا عليها ولو اعطينا للشعب الفيلم على حقيقته راح المشاهد الحقيقيه اكثر من المشاهد تاع هي المصيبه انه هي المشكله انه انت دائما بيش حبيه هي المشهد انه تاع المخابرات انت عبد القادر هي المشكله مشكله انت ما تحبش تشرب انت ما تحبش تشرب دقيقه جماعه واش ما يشرب هو المشهد تاع المخابرات الا مليح كان واحد 99% كانت مشاهد في الكباريات والاغاني والرقص والشطيح وردي هذا هي المشكله لا هذه هي المشكله لا بعد الاستقلال بعد الاستقلال وكان دي فيديو تقدر تشوفها في في اليوتيوب تاع لي زالجيريان ابري 62 ابري 62 دي فيديو كي اون تي بريز ابري 62 كيفاش كانوا الجزائريين عايشين لي فام ايتي دون لي بلاج افيك دي دو بياس سا سيتي ابري لانديبوندونس غير اذا كان قلت بلي هذاك الشعب ماهوش الشعب الجزائري انا شوف لك حاجه عبد القادر شوف انا نقول لك حاجه عبد القادر شوف انا نقول لك حاجه بسرعه لانه الوقت انا انت تصلي تصوم وده هذا ما يضمنش بلي انت مواطن صالح شي دخل واحد لا خليني نكمل لك واحد من البار ما يخرج هذا مواطن صالح ما يقولش بلي مواطن غير صالح يعني كيما انت صالح لانه انا يعني انتم ماكم جا ما تعرفنيش انا باش تحكم عليا بيديروا عبد الرحمن كيما عبد الشيطان واحد جاهد بالله اكبر وتحيه الجزائر واعدم بالله اكبر وتحيه الجزائر سجون فرنسيه كان لما يخرج واحد يبغوا يعدموه احمد زبان العظيم مهدي الله اكبر تحيه الجزائر انتم ماكم باغيين هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشهداء يعني يخرجوا من المخامر ومن الكباريات خليني نكمل لك شوف انا والله واحد شوف انا كان خابط امور خابط خبتم وخسئتم شوف خابط امور خبتم وخسئتم خابط امور خليني نكمل لكم قائمه في دوله الاسلام شوف واحد وفي جزائر الحريه دوله المجاهدين والشهداء الابرار الذين اسأتم اليه خليني نكمل لك واحد خابط امور شوف خابط شوف يقرع من اخوانك خليني ضربه زنزله كلمة اللي خرجت من فمه الله أكبر يعني العظيم المهدي كان يشرب ومن بعد قال الله أكبر حبيت نقول لك هذه الكلمة تاع الله أكبر وتحية الجزائر ساجر فوبا لي تولي السلطات العليا الجزائرية وعلى رأسهم رئيس الدولة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة عبد الملك سلال وزير المجاهدين وزير الداخلية بمحاكمة هؤلاء الشرذمة الذين أساؤوا إلى تاريخ الجزائر
والذين عساوا لهوية الشعب الجزائري والذين عساوا لأبناء الجزائر. شوف ديجا أنت ما تتاكيش، أنت ديجا ما تتاكيش النظام، أنت راك تتاكي في حاجة تخبي عن النظام. أدور مع الحق حيثما دار. أنت ما تكلموا أنتم ماشي فنانين ومش ممثلين. والله لست ممثلا ولست فنانا. الفن الراقي هو اللي يضع المستوى الفكري والاجتماعي ويعالج قضايا الأمة. أنتم أنتم ماكم باغيين الفن تردوه مسخ ومثل وجنس وكباريهات. ومن بعد دوك انت كتقول لك دعم بالك انا نخرج من هنا نوضب كي قال لي عليا ماشي ممثل، ماشي انت اللي تعطيني صفه تاع الممثل ولا ماشي صفه تاع مين جون ماري لوبان؟ خلي جون ماري لوبان جون ماري كتوك دا. انا عندي جون ماري، انا عندي جون ماري لوبان وانت عندك الامير قطر وهكذا صافي دير مرانا قاعد هكذا. واش بيك امير عبد القادر؟ طيب شكرا لكم. عبد القادر ابو صالح الجزائري الداعيه منسق الغرب في جبهه الصحوه، عبد القادر عفاق الممثل السينمائي القيادي في الام دي اس، يعطيكم الصحه الى اللقاء.